السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من مقبرة سلوان. رحمة الله عليك يا أبو رائد، الله يرحمه ويعفى عنه، يرحم أمواتنا جميعا. مش متبعنا السلام عليكم، كيف حالك؟ كيف صحتك ابو طارق؟ الله يخليك، خير ان شاء الله الحمد لله. أنا
جزاهم الله اجرك ابو الطاهر، الله يرحمه ويرفعه. عظم الله اجرك. زلمه مات ناس كثير بعد ابوي. الله يرحمه ويرفع عنا ويرحم الجميع. لا اللي هان قبل ابوك هذول. شوف ها هذول وهذا الصف بعد هذول كلهم توفوا بعد ابوك. الله يرحمه ويرفع عنه. كملش هذا غير اللي بموتوا برا من اهلنا. انا بقول هذا الحجر هذا وقف احسن ولا هذا؟ والله اعتقد هيك احسن.
الحاج كامل. الله يجزاك شوف والله سعيكم. الحمد لله على السلامة. طيب الله يسلمك. الله يسلمك. جمعنا وصلت؟ كم ثلاث أيام. صادق النبي الوعد الأمين. أما بعد أيها الكرام وأيها الحشد في هذا المكان العظيم، يقول الله جل في علاه: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أيها الكرام، فلينظر كل منا كيف عندما تتوفى له فقيدة كيف نغطيها بالستائر حتى لا يكشف جسدها وهي ميتة. ولكننا أيها الكرام ما استطعنا أن نستر عيوبنا أو أن نستر عورات نسائنا وهن على قيد الحياة إلا من رحم الله ربي. أيها الكرام، والله إنها لحياة سريعة تمر مر البرق سريعا لن ننتبه إليها إلا بعد وفاتها. فإذا ما متنا فأصبحنا نحن الأحياء، فلننتبه قبل أن نوضع في حفرة مثل هذه الحفرة. أيها الكرام، من كان عليه حق مادي أو معنوي لأخ له أو أخت قريب أم بعيد فليدفع هذا الحق الآن، لأنه بعد أن يوارى التراب إذا سئل عن هذا الحق وطلب منه أن يسده فإنه لن يستطيع. أيها الكرام، هذه الدنيا أعطانا الله عز وجل فيها الفرصة وأتاح لنا فيها المجال حتى نقدم من أعمال الصالحات وحتى ننثني عن الأعمال السيئة، فلا نقدم إلا على خير حتى نلاقي الله جل في علاه وقد رضي عنا، وحتى لا يصاحبنا في قبرنا إلا عمل صالح يسعدنا ويطمئننا. نسأل الله العلي القدير أن يكون الموت واعظا لنا، فإذا لم يعظنا الموت فلننتظر عذابا من الله عز وجل ووعيدا. نسأل الله العلي القدير أن يتغمد هذه الفقيدة بكامل رحماته وأن يسكنها فسيح جناته. اللهم ارحمها فإنك بها راحم، ولا تعذبها فأنت عليها قادر، والطف اللهم بها فيما جرت به المقادير. اللهم وسع مدخلها وأكرم نزولها واغفر ذنبها وارحم ضعفها واجبر كسرها. اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وحالا خيرا من حالها وأهلا خيرا من أهلها، واجعلها اللهم مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، واجعل اللهم معها أعمالها الصالحة ولا تجعل معها أعمالها الطالحة. اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب، وصبر اللهم أهلها على فراقها. اللهم لا تفتنا بعدها ولا تحرمنا أجرها، واغفر اللهم لنا ولها. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وإلى روح المتوفاة وأرواح المسلمين منا ثواب الفاتحة. Thank you.
رحمه الله وأسكنها فسيح المهدي من مقبرة سواد الجديدة في منطقة مطرانة. كنا مع جنازة المرحومة بإذن الله رندة محمد محمود الطعم زوجة محمد نمر الحراس رحمه الله وأسكنها فسيح المهدي.